رح نحضر مع بعض سلطة البطاطس. خلونا نشوف المقادير. نحن بحاجة لحبتين بطاطس مسلوقين ومقطعين تقريبا مكعبات حجم وسط، 2 خيار، 2 طماطم، حبة فلفل أحمر صغير، حبة فلفل أخضر صغير، حبتين فلفل أصفر يعني أحمر، فلفل ألوان مع الأخضر، زيتون أخضر مفقة، نص كوب بقدونس، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة أوريغانو، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقتين كبيرة ليمون، معلقتين كبيرة زيت زيتون، معلقة كبيرة مستردة. لكن سلطة طعمها كتير طيب وبنفس الوقت صحية كتير ومفيدة، فيها كل هالأنواع الخضار، فيها الخيار، الطماطم، فلفل ألوان، فلفل أخضر، وطبعا البطاطس. ووجود البطاطس اللي هو نوع من أنواع النشويات الصحية، واللي دايما بقول أنا أنه أنا أكثر نوع نشويات بين العيش والمكرونة والرز والبطاطس بفضل البطاطس، لأنه هي نوع من أنواع الخضار النشوية، صحيح فيها نشويات إنما بنفس الوقت كمان في عنا المعادن اللي هي البوتاسيوم والألياف الغذائية، وجودها كتير مهم كمان بالبطاطس. أول شيء رح نعمله رح نحط البطاطس. طبعا البطاطس مسلوقة من قبل بوقت، ما بدنا نسلقها كتير حتى ما تخبص نحن وعم نعمل السلطة، بنسلقها بطريقة نقدر ناكلها وبنفس الوقت تبقى جامدة، وبدنا ننطر لحتى تبرد لحتى نحطها بالسلطة، لأنه طبعا السلطة لازم نكون عم نتناولها باردة. رح أرجع زيد عليهم الخيار المقطع، ومثل ما انتبهتوا الخيار تركته بقشره، منغسله منيح وما منشيل القشرة حتى نضلنا عم ناخد الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن اللي هن أساسهم بيكونوا مجمعين بقشرة الخضار والفواكه. عنا الطماطم كمان المقطعين صغير، والفلفل الألوان. كتير بحب حط الفلفل الألوان دايما بالسلطات لأنه بيعطينا يعني مليان فوائد، بيعطينا فيتامين سي اللي هو نوع من انواع الفيتامينات المفيد جدا للبشره. ميرنا باول فاصل كانت ميرنا عم تسالني عن الخضار المفيده كمان للبشره، الفلفل من اكثر انواع الخضار المفيده لصحه البشره لانه مليان فيتامين سي، وبنفس الوقت في عندنا البوتاسيوم، في عندنا الالياف الغذائيه اللي كمان موجوده بالفلفل الالوان. عندنا شويه بقدونس مفروم، زيتون مقطع، زيتون اخضر كمان بيعطي نكهه كتير حلوه، ورح ننتقل هلا لنحط الاوريغانو، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، عندنا زيت الزيتون اللي دايما مرافقنا بكل السلطات اللي بنحضرهم، الليمون المعصور، ورح نحط شوية مستردة. مستردة ما بيحتوي على وحدات حرارية، هو نوع من أنواع التوابل وبيعطي نكهة مميزة لما نحطه بالسلطة، إن كان بالسلطة إن كان لما نحضر فراخ فينا ننقعهم كمان بالمستردة بدل المايونيز. عادة لما بدنا نشوي فراخ ننقعهم بالمايونيز، فينا ننقعهم بالمستردة بيطلع طعمهم أحلى وبيطلعوا صحيين أكثر كمان، لأنه المايونيز الوحدات الحرارية اللي فيه والدهون اللي فيه عالية، إنما المستردة ما بيحتوي على دهون ووحدات حرارية. لكن السلطة صارت جاهزة قدامكم، و عندنا